الاشكال الكبير هو انه ما كاينش ردع، وكاينين شي حوايج اللي كيوقعوا على انهم يعني تيخلوا حتى بالاد، يعني مثلا روتيني اليومي، وحده مثلا كتعرى وكتبيل المفاتن ديالها، هذا الشيء الا درتو في الشارع العام راه غادي تشد، ما جو سوي سيغ انها غتشد، ولكن في الانترنت ما كتشدش. داكشي اللي كيخلي ناس اخرين انهم كيزعموا تيقول لك واه شوف فلانه 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 فلانه. انا كاع كان واحد اليوتيوبر تيقوم بما يسمى بداك لو تيست ديال يشوف واش زوجه كتخون زوج ولا يعني في العلاقات ما الى ذلك، وملي هضرت معاه قال لي لا انا نقدر ندير اللي بغيت، راه وحدين اخرين كيديروا. اذا دائما هو كيشوف وحدين اخرين، ما حد وحدين اخرين ما 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 ما, ما كيتشدوش، ما واقع لهم مشكل، اذا حتى هو ما عندوش اشكال. بالنسبه لهذا المحتوى اللي كيعطيونا هاد الناس هادو، لان فاقد الشيء لا يعطي، السيد ما اش غيعطي، ما عنده ما يعطي، خاصه هو اي حاجه. يعني الحاجه السهله شنو هي؟ حاجه سهله هي انني نهضر بواحد الاسلوب بديع، ودخل خرجت لنا واحد الحاجه سميتها الرياكشن، وانه نبقى نسب في هذا ونجبد في العرض ديال هذا ونهضر في هذا بدون لا دليل ولا شاهد. زيد عليها كذلك بنت ما لقيها ما يدار، باغا الفلوس بسرعه غنمشي نتعرى. اذا لان بطبيعه الحال هاد الناس ما عندهمش ثقافه، ما عندهمش محتوى يعطيه، فاسهل. ولكن استاذ سليمان قال لك، يا استاذ امين، الاستاذ سليمان قال لك هم لا يفرضون يعني سلطتهم على الاخر، يعني لا يضعون سيفا لمشاهدتهم، هم يضعون محتوى. نحن يعني انا في هذه النقطه مع الاخ سليمان ما متفقش. علاش؟ لانه يوتيوب كذا بعض الاحيان كيبين لك فيديوهات واخا انت ما كتبعش هذاك الشيء. انا كنهضر على تجربتي الشخصيه، انا بعدا من الناس اللي ما كنحملش هذاك المحتوى ولا اتابعه، ومع ذلك يفرض علي. غندخل لشي فيديو غيخرج ليا في الجن، غندخل لشي فيديو تنتفرج فيه مثلا، حتى الان حتى في فيسبوك كتكون تتفرج في فيديو كيدوز لك الفيديو الثاني كتلقى شي واحد طالع ليك تمايا طوندونس كيطلع ليك هذاك الشيء، يعني هو كيتفرض عليك. انا واحد الانسان اللي هو نقدر نقول لك انه هذاك تنعرف هذوك القوالب وتنعرف هذوك الاساليب ديال جذب المشاهده انطلاقا من عناوين كذابه، انطلاقا من صور، انطلاقا من انني عارف انه ما كاين لا محتوى لا والو، غير هضره خاويه وغير تمثيليه، لانه هاد الناس ولاو كيديروا حتى التمثيليات، فانا ما غاديش نتابع. ولكن واحد اخر راه ضروري غادي تجر، ضروري غادي تشد، ضروري غادي تعرض ليه هذاك المحتوى. فبالتالي يعني هل هو قانون لليوتيوب، يعني قانون لليوتيوب ان يجعل لك هذه الفيديوهات على الواجهه؟ لأنه يعمل بخوارزميات، يوتيوب فقط يعمل بخوارزميات، يوتيوب ما كاينينش موظفين اللي كيقولوا لا هادو غادي نبينوا لهم هاد الناس، هو روبوت، وهذاك الروبوت كيخدم مجموعة من الخوارزميات، وعليه. فمثلا نقدروا غير نهضروا، مثلا واحد الفيديو تجبد فيه شي موضوع، وكاين واحد هضر في نفس ذاك الموضوع، وأنت كتفرج في موضوع اللي مثلا علمي، واحد غير نطق أو لا هضر بشي حاجة، غادي يوتيوب دوك الروبوتات غيسمعوا هذاك الشيء غيسحبهم، واش هذاك السيد اللي هضر في هذاك الشيء راه محتوى حتى هو مفيد لك، يمكنك ان تشاهده في النهايه انه محتوى يعني عبيط، او لا مثلا يقدر يكون غير من قضيه او لا التوندونس، يعني على حساب مده المشاهده، على حساب العدد ديال الناس اللي يشاهدوا. ففي النهايه احنا نتعامل مع اله، والاله راه تخطئ، يعني راه ماشي دائما غتجيب لي هذاك المحتوى اللي بغيت انا. الخطير في هذه المساله كذلك، الى بغينا نوسعوا شويه النقاش، انه كذلك الاطفال ملي كيكونوا كيتابعوا واحد المحتوى ديال الاطفال، وهذا راه مشكل خطير كاين في يوتيوب، انه كيعرض على ذاك الطفل محتوى الذي لا يناسب لا عمره ولا جنسه ولا، يعني كيعرض عليهم واحد المحتوى اخر بلغه اللي هي قدر بعض الاحيان كتكون منخطه، اللي كتخلي ان الطفل غادي ما فاهمش، غيكليكي وغيقعد يتفرج. الاشكال الكبير اللي كاين هو انه نسبه كبيره من هاد المؤثرين هادو راه تاثروا في الشباب، في الاطفال والشباب، ناس ما بين عمر ديال 13 عام 14 عام 15 عام، نقدروا نقولوا حتى 25 عام. وهذا هو المشكل الخطير، لان هاد الناس هادو راه تيخرجوا لنا على واحد الفئه اللي حنا كنأمل اننا نعتمد عليها في المستقبل.